فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أخذ الزكاة لقضاء الدين؟ نعم، إذا كان معسر ولا يستطيع سداد الدين وهو مطالب به، حال مطالب به، فإنه يأخذ من الزكاة لا بأس، لأنه من الغارمين. الله جل وعلا جعل من أصناف أهل الزكاة الغارمين، وهذا غارم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.